صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: استدل بعض الناس بقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، وبقوله تعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، استدلوا بها على حرية الأديان، فهل استدلالهم في محله؟ لكم دينكم ولي دين لتعني البراءة، تعني البراءة عكس ما يقول هذا القائل، البراءة من دين المشركين، أني لست على دينكم كما أنكم لستم على ديني، هذا معناه البراءة من المشركين، ليس معناه أننا كلنا سواء وكلنا ولا على حد من أحد كما يقول الجهال أو المغرضون، معناها البراءة، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا ما قرأ أول السورة، أول السورة يفسر القرآن، يفسر بعضه بعض، فمعناها أنني بريء من دينكم كما أنكم بريئون من ديني. وأما قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما كمل الآية، أو كملها تبين لها، لكن هو ما يقصد التبين، هو يقصد التلبيس، من شاء فليؤمن ومن يقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا، شوف إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، ما كمل الآية، دل على أن هؤلاء هذا جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر تهديد، هذا يسمى أمر التهديد، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا المراد به التهديد، ليس المراد به الأمر الذي هو الطلب. نعم. يقول أحسن عليكم، الآية الثالثة يستدلون بقوله تعالى إما شاكرا وإما كفورا، هذا الإنسان الناس إما كفرة وإما مؤمنون وإما شاكرون وإما كافرون، هذا يعبر عن انقسام الناس، ما هو معناها الإقرار على الكفر، وإلا لو كان الأمر كما يقول هذا المفتري، لو كان الأمر هكذا ما احتاج إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب ولا إلى فرض الجهاد ولا إلى فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا تعطيل للشرائع وتعطيل للجهاد وتعطيل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعطيل للولاء والبراء، هذا تعطيل لشرع الله سبحانه وتعالى، كفر بآيات الله، نسأل الله العافية. نعم.